السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، ونلقاكم في الفيديو في احسن الاحوال. وكنشكركم بزاف وبارك الله فيكم، وديما ديما ديما لايك لايك لايك. اللي دخل الفيديو يدير لايك، هذا ماشي بزاز، ولا هذا اللي عجبو الحال، اللي ما عجبوش الحال ما عنديش مشكل. كنشكركم بزاف، تنبغيكم بزاف، تحمق عليكم كاملين. واليوم جيتكم فيديو جديد ديال سيدنا رمضان. اليوم غندير معكم شباكيه ان شاء الله، شباكيه انا غنحضر القوام ديالها. غتجي عندي سعاد ان شاء الله، حتى هي يوتيوبرز، راه ديجا شايفيني معاها، ديجا شايفيني معاها. عاد كنت عندها مؤخرا، دارت الحفله، دارتها لواحد السيده راه مريم بركات. كنشكركم بزاف، تنبغيكم بزاف، وما نتوما تبعوا معايا. دابا انا كي غادي ندير، انا ما تنعرفش ليها مزيان، وانا كنعرف نصايب الشباكيه، ولكن بعض المرات كتقول بنيه الشباكيه خصك تكون اختصاصي فيها، ولكن انا غادي سعاد هي اللي غادي تعاوني فيها. وغنديروا، حنا ما غنديروش بزاف، غندير عين كيلو، من بعد عاد نزيد، حيت ملي كنديرها بزيد ما كناكلهاش، انا عايش هيوه وصافي، عايش في رمضان وصافي. المهم انا غادي تبعوا معايا، انا غادي نقاد اللوز، غنطحن داكشي ديال التوابل وداكشي، غنوجد لها، غتجي وغنجي. اجي بنيتي الله يرضي عليك، اجي صيفطي لها. هانتوما انا غادي نحمر شويه اللوز ونطحنو. اجي بنيتي، اجي صيفطي، صيفطي لها انا دابا درت اللوز، طحنتو، درتو يتطحن، وهنا غادي نحمر شويه الجنجبان. هو اللوز كنطحن فيه، هذا غنحمرو، ما غنحمروش بزاف، لان غادي الا حمرتو بزاف غيدير المروره. هذا غادي نحمرو غير واحد شويه، واللي غادي اللي غنرش به الشباكيه هو اللي غنحمرو واحد شويه باش يجي مقرمش. هنا غنستعمل غير كاس انايا، هنايا هانت تنحمرو ورجع معاكم. هنا انا طحنت الجنجلان وطحنت اللوز، دابا غنطحن هاد حبه حلاوه النافع وحبه حلاوه، تما نطحنهم. لا خصها دير معلقه معلقه، بعدا مرحبا بكم معنا. السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير على خير. قبلوا علينا ان شاء الله، نجي لكم شي شباكيه كيف ما تنقولوا. كليتها عندها بنينه، ولكن وحيده صغيره وطمه زوينه، ما وحده زوينه صغيره. مرحبا بكم ان شاء الله، تشوفوا معنا المقادير والطريقه ديال التحضير ان شاء الله. نعطيكم داكشي بالتفاصيل، وحتى التشبيكه نحاولوا نديروا شي تشبيكه اللي عقل عليها كلشي. قالوا لك اليوم غير انا ماشي حريفيه، هي اللي حريفيه، راه ما جاش شوفوا غنجيكم صارقه الا جات شبيكه غتفضحيني. على الصراحه هي كلشي، وانت هادشي كلشي قدامكم، حنا ما غادي نحيدو حتى حاجه، حتى حاجه، الا ما تشبكتش غنوريها لكم صافي. دابا حنا زنجلان هي نورمالمون كنديرو فيها كاع ما محمر، غا رشيده هذا ما مشمش. رشيده غسلاتو، وكنت ما شفليهاش في الشمس مزيان، وقلت ليها غنزيدو نحمرو باش يتطحن لي، ماشي نحمرو زعما غنسخنو، غير يسخن، اي غير يسخن وصافي. تتشوفوا معنا الاجواء ديال رمضان. سعاد انا درت حمرت واحد شويه سخن، ماشي مشكل. عرفتي علاش تحمر؟ حيت دابا ملي كنحمروا الزنجبيل نديروا في الشباكيه غنعاودوا نقليوها غيزيد عاوتاني يتحمر. وغيعطي فكره زوينه، وغيعطي واحد اللون مغلوق. داكشي باش كنديروا فيه ما محمرش، باش ملي كتقرا الشباكيه يلا كيجي له هو هذا. واللوز انا كنت كندير كاس، اللوز درت نص كاس، درت نص كاس حيت اللوز كيفرششها كيهششها، غتجينا الفرشه. قوالب ديال الخدمه غنوريهم لكم اليوم ان شاء الله. ها الشباكيه راه صايبه مزيان. انا ما انا راه ديجا قلت لكم في الفيديو. لا مرحبا اختي رشيده، نكون صريحه، درتها انا نعاود لكم، درت هذاك العام بالحق ما كان لا فيديو لا والو، درتها ايوا، عطاتني صاحبتي المقادير، درت المقادير مزيانه، عين انا زلت لي شويه الماء، اي زلت لي ما بغاش تشبك، باش نشبك ترخات لي يد داك الشيء تي. المهم ملي ترخات شنو درت انا من الحداده ديالي؟ زدت الطحين، صافي زدت الطحين، تشبك
الاشكال جات زوينه. غير هي ملي طيبتها صحتك صحتك عرفتي علاش؟ خاصك المقادير ديري مضبوطين وتحاولي الماء تنقصي كيف ما قلت لي دابا بحال دابا الماء ما نديروش حنا بزاف كنديروا. انت عارفه المقادير دابا انا ما كيعجبنيش الفيديوهات اللي كيكونوا في اليوتيوب اش تيقولوا لك الماء حسب الخليط. راه ما يمكنش مبتدئات غتعطيهم الماء حسب الخليط. داكشي اللي درت انا وخلعت فيها مشيت فيها. دابا هنا انا غنعطيكم القياس بالضبط لان في الخدمه حنا كنخدموا داكشي بالضبط مضبوط حيت ما غنبقاش حنا كل مره تخسر لينا هذه تخسر لينا اخرى. خاصنا الناس انهم انت غديري كلشي بدقه. غندير كلشي بدقه ان شاء الله باش هما على الطريقه واللي حاجه فيها تعجبهم انني غادي نعطيهم الماء والماء صغر بالضبط مضبوط باش غنعطيهم مقادير باش عمرها الشباكيه ما تزلق ليهم مزيانه. حيت انا كنشوف كنهضرت مع الاخت اختك اختي مريم كنشوف ان الناس كيفاش يديروا تيقول لك ديري من هنا ديري هنا ديري هنا ولكن ملي كتجي ديريها انت هي ما كتصدقش لك. انا مثلا غير عرفتي تنعرف تنعرف ما تنعرفش لا عرفتي علاش حيت ما كيعطيوش الماء مضبوط هاك اختي اللي تيكون حريفي ومعلم. حنا هنا غنبداو الشباكيه والاخت سعاد هي اللي غتعطيكم المقادير ديال الشباكيه. ياك دابا غتجربيني غديري لي سعاد اختي سير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير هانتوما غيقيدوا معايا وغنخليو لكم المقادير مكتوب اكتبيهم انت انا ما نكتبهمش اكتبهم عندي في قناتي وغتخلي قناتي في صندوق الوصف بسم الله. عندنا كيلو ديال الطحين الممتاز ديال الحلويات عندنا هنا بالضبط 125 غرام ديال الزبده معبوره ومذوبه ماشي كاس 125 غرام شدوها عبروها في الميزان وذوبوها وديروها في الكاس. كاس ديال الزيت البلديه اللي بغى يدير الروميه اللي يدير كاس ديال مزهر ذوبنا فيه الزعفران ودرنا حتى الزعفران الملون ضروري اللون ديال الكار ديال الكار ضروري اللون. ما بغيتوش ديروا ديروا الزعفران ديال ديروا هذا الخرطوم اللي ما بغاش يدير هذا كيدير الخرطوم حتى هذا مزيان وصافي. كيف ما قلت لكم غير باش يعطينا اللون هنايا في الشباكيه. وعندنا كاس ديال الماء ونص كاس ديال الزيت لا ها اللوز كاس ديال اللوز مطحون وزلافه ديال اللوز ديال الزنجلان مطحون ما محمرش بحال اللي درت غير مصهد ولا مشمش الا ما كان بارد نشمشو وصافي ونطحنوه باش ما كيما قلنا ديك القضيه باش ما تعمريناش وسط العجينه صافي. وعندنا خميره ديال الحلوه وعندنا شويه ديال الملحه وعندنا النافع. النافع غربلوه باش يجي منين حيت انا ما غربلتوش وغربلاته الاخت صافي تنوريهم غير بعد حاجه كما جاتك القرفه فين هي العطريه اختي سعاد ديما عندي في الفريزر شنو زعما جامده لا ما كتجمدش هاد القضيه اللي خصك توريها الناس مزيانه بلاتي هذيك عملت ديري لها هي واحد اللعيبه الا درنا هاد الشيء جامد واش غادي لينا الشباك لا بلاتي اختي سعاد شوفي هنا واش كاينه انا غلطت شوفي هيا هيا المهم جات حتى مناسبه الاخت سعاد وريهم العطريه مزيان راه انت توريها لي ولينا انا ديجا دايره انا ديجا دايره كتبقى مزيان مخيره انت والله الا مخيره تبارك الله هادي شاركه مع الناس مزيان حتى الناس برا كيبغيو مساكن باش ما تخسرش صح وييه سيرتو الناس ديال برا مساكن الله يكون في عونك صافي. هنايا كيف ما قلنا غندوزو للعبار ان شاء الله ياك اختي رشيده غنديرو الطحين هو الاول نديرو في قصريه ولا هادي وحنايا غندير واحد الحاجه معجنه في العجانه اختي باش تهنا اللي عنده العجانه يديرها في العجانه صافي في العجانه حنا غير غنخلطو هنا داك المقادير عاد نديرو في العجانه عاد نديروها في العجانه صافي. غنديرو هنايا تبعوا معايا كيلو ديال الطحين غنديرو الزنجلان ديالنا غنديرو اللوز ديالنا ياك غنديرو خميره غنديرها كلها خميره وعندها كامل حيت انا كنت كندير الخميره معجونه لا انت قلتي لي شتي ما خاصك تبقاي تزربي خاصك تزربي هادي لا واخا تخدمي على خاطرك غتخدمي على خاطرك ماشي مشكل. ومعلقه ديال النافع غتشوفوا ما فيها لا بيض لا خميره معجونه لا خل صافي وغتشوفي كي غتجي ان شاء الله باش ما تجيش حامضه باش ما تجيش حامضه الخل كيهششها وحنا دايرين فيها واحد المقادير هادي مخدومه بطريقه احترافيه. دابا هاد الشباكيه اللي غنعطيهم راه ديال الا كليتها البارح ولا كليتها البارح شاده لنت بجوج مزيان كليت البارح واش منت واش ما يمشيش لينا الفيديو هذا عطيتهم دابا السر ديال الخدمه حيت الاسرار ما كيعطيوهمش كلشي فهمتي ماشي خساره فيهم سي سعاد الملحه انا غندير الملحه يا سلام والقرفه معلقه كبيره ديال القرفه دابا ان شاء الله يلا عطيناكم كادو هاد الشباكيه اللي بغى يخدم على راسو هاد رمضان والمحلات واحد شويه الملح
اي غير قبيصه ديال الملحه راس المعلقه راس المعلقه اي صافي نخلطوا هذا الشيء نديرو في العجانه والدور عليه هو الاول هذا الشيء يعني غير البول ديال العجانه صافي هذا راه شريته معلق زوينه بالصحه والراحه مزيانه زوين داكشي ديالنا ديال البلاد جيبوا قربوا حتى تيشربش تقرص باش نخصني نقربوا العجينه حدايا تبارك الله عليك رشيده انا نشيطه ما شاء الله يعني هاني اختينا درنا هنايا درنا الاقامه ودرنا داكشي طحين درنا زنجلان درنا داكشي كامل اللي درنا واجي ناشف اللي ناشف غير دورهم على الماكينه شويه وتشدو صافي دابا هادي غادي ما بشويه غديري اختي بغيت نسولك كاين فيه هذاك الماء ما غديريه ماشي مشكل واخا غديريه واخا نديرو نقدر نديرو نقدر ما نديرش المهم انا غنوصل حد هنا غندير شويه وسمحوا لنا على الصداع عاد باش نوريوكم قولي لهم الصداع عندي حتى الصداع المعلمين بقى ما ساليش كلشي اللي عندنا ديال الماء الزيت كلشي دابا غندورو عليها تعجن ونقربو ليهم باش يشوفوا العجينه صافي دابا انت شتي نديرو لها بحال هكا باش تجمع لينا الشبكية تجمع لينا نخليوها تعجن مزيان في العجانة واحد 5 دقايق واللي ما عندوش العجانة يعجنها بيديه عادي غير 5 دقايق يجمع داكشي ويعجنها شوية وغنديروها في البلاستيك زين حداك تبارك واش هي ما حادكاش خلال شوفي الدركة كي دايرة شوفي الدركة كي دايرة دابا شنو درنا ليها شي تعيب علي وتقولي متعرفش دابا ملي درناها في العجانه ها نتوما حنا محامين عليها كاع المراه المغربيه كتعرف تيخوني هذيك وانا ناخذ هذيك ها انت شنو بغيتي ها انت باش شنو صافي حنا كنتعاملوا مع الشباكيه انت شتي العجينه ديالك هي راه عجبات ونوضوا صيبوا الشباكيه في ديوركم الناس اللي برا يصيبوا الشباكيه هذا كنهديو الناس ديال برا مساكن صافي نعلقوها مزيان بحال هكا ونجمعوها ونديروها في السلوفان ونخليوها ترتاح عاد ندوزو نقطعوها ندوزو ان شاء الله باش تقطعيها طريفات نقطعها طريفات ها انتم شتي العجينه ديالنا ها انتم عطيتكم القياس بالضبط ديال الماء جاوب واعره شوفوا انا دابا هذا القياس غنبقى نمشي عليه شوفوا كي دايره ها انتم وغتشوفوا حتى المذاق ان شاء الله كي غادشي واخا ما تدوقوش انتوا في بلاصتكم راه الحقيقه في الدقيقه مع رسيده دابا ها انتم شتي العجينه لويناها دابا في السلوفان نحيدها دابا في السلوفان باش نقطعوها ونديروها في بلاستيكات ولكن غنوريكم قبل ما نديروها في بلاستيكات بالنسبه لكم نتوما كمبتدئات واحد الطريقه بالموس ولا بهادي قطعوها باش ما بغيتو المهم انكم تقطعوا كويرات صغار ما ديروهاش كبيره باش ما تغلبش عليكم لك رشيده جمال هي لك جبنه هي جبنه صافي عندي هاكا الاولى الاولى هاكا هذا دابا انا غنوقف باش نعطي الخدمه ديال الصح دابا هنا بالنسبه لكم نتوما كمبتدئات اش غديروا تحاولوا ديروها هكا نحاولوا نديروها على شكل رغيفه ياك بحال غنحاولوا ندخلوا العجينه وسط بعضياتها تلقوها بحال هكا ياك مزيان ونطويوها على شكل رغيفه ونجمعوها في ميكات وغنديروا على شكل مستطيل نوجدهم كاملين ونديروا نحوم الزينه غنوريهم دابا غير وحده ونكملوا حنايا باش ما نطولوش على الفيديو صافي هنايا غير نديروا ليها بحال هكا بحال رغيفه اييه نديروا ليها بحال هكا باش ملي كتطلق وتجي تطلقيها تلقايها مقاده تلقايها مقاده هنا صافي نديرو ليها بحال هكا ونجمعوها في الساشيات نديروها في بلاستيكه بلاستيكات شتي العجينه كي دايره زوينه والله الا زوينه مقاده هي هذه نعاودو معاكم وحده اخرى 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 غنديرو باش ما نطولوش بحال ديك النافيش درتي هذيك شو درتي نيوكي شو نيوكي
درتي اليوم؟ لا درت الرافيول. الرافيول اي لا فاش كنتي كتخبيهم جاتني بحال الشباكيه تقريبا حتى هما واعرين صافي، ولكن فاش كتصيبي شي حاجه ديال الدار ديالك انت هي كتجي زوينه صراحه. بغيت ندير الطاليه اللي بالبيض البلدي حتى هي تجي زوينه، ولكن مشى الحال ديروا ميكات صافي صافي. ها انتم بوز او التشبيكه غتبان، داك التشبيكه تبان دون شبال. راه مريم كنت درتي التليفون خاصنا نعرفوا اللي كيشبك عاد نشوفوا التشبيك. اه داكشي اي دابا هنا بديتو ياك بسم الله توكلنا على الله. دابا هذيك الاولانيه اللي روينا على شكل رغيفه هي اللي غنبداو بها. هانتي شتي دابا العجينه فاش كنديرو ديك العمليه كتجي ساهله بحال هكا. ودعيو معانا ان شاء الله ملي نتجربو الشباكيه وتعجبكم دعيو معانا دعيو معانا ان شاء الله. دابا هنا غتحتاجو الماكينه. بالنسبه للناس اللي غايقولك الماكينه اين نوع، امبيريال راه كيعرف امبيريال تالي امبيريال ديال الطاليان اشريوها تكون امبيريال مطبوعه فيها حيت انا شريت شحال وحده وخسرت ليا كيصديو كيصديو ما كيبقاو زي اي كيبقاو يزيطو. غديروها على رقم 3 صافي. دابا غتبسطيها طول الاول عاد ديرها في رقم 3 ضروري. لا نديروها مثلا في 4 في 5 حبه حنا غادي باش ما تكرش باش ما تكرش. علاش نديروها في رقم 3؟ باش تجينا الشباكيه كلها تشبيكه وحده شبيكه وتجينا طاي وحده ما يجيناش شي من الفوق شي رقيق شي فهمتي. دابا هنايا ان شاء الله انا دايره الماكينه نديروها على شكل الاول نديروها على 4 وندورو ندورو غير بيدينا ما نحتاج زعما شي واحد يعاوننا بحال هكا هكا. نزيد نكبسها حيت ما كبستهاش مزيان وحلات ليا هنا حيت درتها غير باش ها وحلات ليا تما ماشي مشكل على جوج هكاك قسمو على جوج. وهنا غادي نديروها على رقم 3 هنا ما يمكنش اختي سعاد طويها طويها وحطها نديروها على رقم 3 نيشان بسم الله. في الغليظه من الاولى غادي نقصوا غادي نقصوا باش ما تقطعش لكم. الا درتو ثلاثه في الديبار غتقطع لكم اللهم تبقاو غاديين وهي كترقى حتى توصلوا لثلاثه حتى توصلوا. ها هي دابا شتي مزيانه كنرقوها نيشان بشويه كما قالت لكم رشيده. ها هي دابا مزيانه معانا مزيانه. دابا وصلتي ثلاثه دابا غنديروها عاد غنديروها في رقم ثلاثه باش ما باش تجينا الشباكيه مجعبه. هي كل ما كانت رقيقه كتجي الشباكيه مجعبه تجي زوينه مجعبه وشاربه العسل صافي. ها نتوما شفتو شفتو كيفاش دايره لاباط ديالنا هي نبداو التشبيك. ها نتوما شتي ملي كنكون هذا غير غير كنزربو عليها. دابا ندير معاها رقم 4 هي صافي. هنا واحد شويه غنضربوها غير شويه بدلك وصافي واحد شويه. دابا هنا غنبداو ان شاء الله التشبيكه اللي حنا ما غنحيدوش من دوك داك الجناب ما نحيدوهمش بزاف باش ماشي غادي هما اللي غيتجمعوا في لا باش ما تشيط ليناش داك العجينه المعاوده اللي ما كتعجبناش. دابا غير هنايا حيت بقات لي ديك العجينه صافي نديرها حتى هي تكنيكا. اها دابا غتقربوا غنقول لهم واحد الطريقه ديال التشبيك زوينه غنشدوا هذه غنقسموها على جوج فين غتجيك ديك الشباكيه صغيره باش ما تبقاش يبقى لك شعيب. اييه غتجينا حتى الشباكيه صغيره وانت انت غديري تشبيكتك باش تشوف تشبيكتك كي دايره صافي. لا ماشي صيدك ما بغيت حتى انا بغيت نشوف. لا والله كنخرج دوك من الجن دابا تشوفي تشبيكتي. ها هي مولتي. دابا ها انتوما ناخذ واحد المربع بحال هكا ياك وغنديرو واحد جوج ثلاثة ياك. هانتوما غنهزو واحد ونحطو واحد نهزو واحد نحطو واحد. هانتوما شوفو
بقاو عندنا جوج هكا وجوج هكا. هاد الريوس هادو غنلاقيهم بحال هكا وغنقلبوا الشباكيه ديالنا. منين غنحاولوا منين نقلبوها بحال هكا غنحاولوا نجمعوا ليها الجناب ديالنا. ها نتوما شفتوا كيفاش كتجي صغيره؟ كتجي تحلوه في المنظر. نعاودوا زوميه الزوال. هانتي جوج ثلاثه. انا عطيتهم الشباكيه سهله، اما انا كنديرها ديال سته غير باش اللي غير باش اللي ما معلمش يتعلم. هانتوما شفتوا كنلاقيو هادي مع هادي كتعطينا هنايا هادو ها هما نحيدوهم اللي تيجيونا الجناب. حاولوا نشدوه مزيان صافي. دابا انت رشيده غديري تشبيكتك في هادي دوزي. بسم الله قطعي نقطع لك. كيفاش نقطع لك؟ قطعي قطعي. المهم دير قياس اللي كندير غنديروها هكا نكملوها نكملوها هكا. ايوا صافي واحد جوج ثلاثه. انا تشبيكتي هذا كاني هو تبارك الله عليك ما شاء الله. هانتوما شفتوا خاصني نشوف تشبيكتك. اتي تشبيكتك غزال يلا سير تشبكي ان شاء الله معايا رشيده غتجي زوينه ان شاء الله ان شاء الله. هي هادي بحال ديالي تماما تماما بحال ديالي. وريهم تيقربي ليهم وزوري التشبيك خلاتي ها انتم. هاد الشبيك صافي رشيده تبارك الله عندك الشبيكه غزاله بحال ديالي تماما. انا نقطع حتى انا نوريكم اربعه كديري ياك واحد ثلاثة. هانتوما كنهزو وحده ونخلي وحده لتحت كنديروها هكا كنفرطوها. انت كتلاقي التحتانيه انا كنلاقي الفوقانيه باش كتجيني ساهله. اييه وانت انا غنحاول ندير حتى بحال هادشي. حطي حتى هي سينا وولي لي وحده اخرى باش نسجل حتى تدير لي. حطي الصغيرة هنا هادي ماما اذا هانتوما كيفاش هي تقطعت سعاد وها تقطعتي انا هادي دكاليه وهادي بنتي انا الاصل ديال ولي من بني ملاب. هادي بني ملاب وقريب انا قريب كان على هادي بحال دكاليه 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 تقطيعه دكاليه. شو تبارك الله مهبره شو هادي صغيره لا تبارك الله زوينه زوينه لا عندها كلشي زوين تبارك الله عليك راه عاونتيني. نبداو نسخنوا بالزيت دابا في هذه اللحظه نبداو نسخنوا حيت بقات لينا غير كره وحده. غنديروا الزيت مقله تكون ثقيله ضروري المقله خاصها تكون ثقيله. نوريهم المقله. هانتوما شفتوا كيف ما حنا قربنا نساليه بقى لينا والو صافي. المقله اللي الاساس في القلي هو المقله تكون ثقيله. دابا هذيك الشياطه واخا هي ما نورمالمون ما خصهاش تشاط لينا غير حنايا يشاط لينا شويه ديال العجينه. اش درنا ليها ديك الشياطه اللي درناها جمعناهاش ودرنا ليها زدنا عليها شويه الماء وغادي نعرق غير اللي غتشلي يدك. اييه غتشلي يدك بالماء وديري ليها بحال هكا وتعركيها واحد شويه وديريها في السلوفان صافي وتحطيها مزيان مزيان برا. بالنسبه هنا للزيت درنا 3 يطرو ياك درنا 3 يطرو ضروري الشباك اللي خصها تعوم كتبغي تعوم في الزيت لا عرفتي علاش باش ما تلصق ليناش في المقله صافي. وغادي نديروها دابا. الحاجه اللي مهمه هنايا هو ان البوطه خصها تكون ناقصه باش ما تحرقش. باش ما تحرقش حنا غنحاولوا ان هي البوطه بحال لا غنطيوها. لا لا ماشي تما عرفتي صح لا بلاتي ندوز على الكاميرا عاوز نمشي هاكا كميتيها قلت ليها صافي هاكا مزيان ها هي كطلع ها صافي. دابا راه كطلع لينا كطلع كطلع نعم كرتي سعاد اييه بالطاوله الاولانيه زيد نقربوا انا والعسل راه غتلقاوه مصايب عندي في القناه صافي حيت العسل جبته معايا انا قلت رشيده بلا ما تصدعي راسك مع العسل انا غنجيبو معايا صافي. راه تلقاوني مصايبه في القناه ماشي مشكل العسل بلا ما نسخنو غير غادي نخليوها تحمر لينا الشباكيه ونديروها في العسل مباشره وهو شاد راسو حيت الا سخنا العسل درنا الشباكيه سخونه ماشي مشكل ما غاديش الا درنا الشباكيه وسط العسل
وهو سخون ما غتديناش فيه ما غتجبش. صافي هي ضروري الشباكيه خاصها تقلع العافيه تكون ميله. علاش؟ باش طيب لينا من الداخل مزيان تجينا طيبه وحده. شفتوا ولات كدير داك الطبخ. اييه هي الشباكيه اللي كدير التبيق هذوك النفاخات شتي كتجي مزعبه زعما راه كتجي مزعبه حيت ديك القضيه اللي عطيتكم ديال ديروا على رقم 3 كتجيكم الشباكيه يعني ملي كنكون كتلقوا كتجيكم طبقه وحده كتجي مزيانه. وصافي دابا نخليوها تقلى لينا وتزيد تقلى مزيان. صافي صافي دابا ها نتوما تحمرات من التحت عاد نبداو نقلبوها. ها نتوما تحمرات تحميره وحده شتيها ملي كتكون كتعوم لينا في الزيت كتحمر لينا تحميره وحده. صافي غنقلبوها يعني ما تزربوش عليها. اي راه كي شتي الوقت كتخليها في الزيت حيت دابا هي مخدومه بداك القوام كتجي اش نقول لك دابا الشباكيه ملي نخدموا بهذا القوام هادو الا مشينا تجهدنا عليها العافيه غتبقى تفرتت لينا وغتجي هشيشه وما غاتجيش طايبه مزيان. ملي كنقصوا عليها بحال لا الزيت داك القلي كيزيد يعاونها تجي معلكه تجي بحال هي القوام اللي فيها القلي كيعاونها باش انها تجي معلكه ما يفرتتهاش لينا يجمع ليها يجمع لينا يجمع لينا الشباكيه. يا ربي نكون وصلت تاخذ حتى اللون ديالها على خاطرها على خاطرها ماشي كتزربي عليها وتجي محروبه من الوسط معجنه كتجي قليه وحده. صافي دابا نقلبوها ان شاء الله من بعد ما طيبينا من الجهه الاخرى غنديروها في العسل مباشره وغنوريهم العمليه ديال الشباكي باش كتكون ناجحه. فاش كديرها في العسل كتسمعي لك تما كتعرفي راه الشباكي. بالنسبه الا قطرتي الزيت في العسل كيخسر لا الزيت في العسل بحال دابا هزيتي وحطيتي في العسل شنو اللي غيخصها؟ زيتي في الشبكه والزيت بقى شويه كيقطر من الاحسن نصفيو من الاحسن كيخسر العسل كيخسر هي كتقصر هي لا ماشي كيخسر غير المذاق ديال العسل ما كيبقاش زوين وصافي. لا لا صافي دابا هنايا نخليوها هادشي دابا تقلع على جهه اخرى. صافي دابا غنحيدو هنايا المقصوبوطه دابا الزيت سخنات منين غنحيدو هاد القليه غنطفيو نطفيو على الزيت باش ما تسخنش ليا الزيت بزاف باش ملي عاودو نديرو القليه الثانيه تشوط ما تشوطش لينا تشوط وما طيبش من داك. اييه فهمتي دابا غنشوفو غير واش طابت لينا من هاد الجهه. صافي هي طابت دابا غناخدو الصفايا هادي لا ديري لي هادي احسن هادي كبيره هادي كاع غنهزو بحال هكا غير هو جيبي شي مغرفه رشيده باش تهزي وتكبي لي على العسل. أوكي. سمعتي انا نحطهم تيا هادي سمعتي شبكي جات تشتش انا نديرها سمعتي شتي العسل كي داير شي هاد راسه دابا هنا غنحيدو البوطا. صافي انا خويا سمحوا لي صافي صافي انا غنحيدو صافي صافي كيف ما قلت لكم هنا طينا على البوطه باش العسل ما يسخنش لينا بزاف ما خسر لينا الشباكيه. دابا هنايا ها نتوما شفتوا قريب ياك قربت تشوفوا اللون ديال الشباكيه. صافي كنبقاو نهزوا بحال هكا لان العسل كما شفتوا معنا راه شاد راسو. صافي الزيت راه طفينا عليه دابا عاد ندوزو ان شاء الله باش نديرو القليه الثانيه. صافي دابا هذه القليه الثانيه عاد شعلت دابا انا على الزيت. صافي دابا طفيت دابا تنديرو الثانيه. احنا سالينا شباكيتنا كيجي عندك بعدا لا زوينه كيجي في المذاق ما فيهاش الخل كيجي لا زوينه انتما والله الا زوينه هي غنتوريكم كتجيكم مجعبه زوينه زوينه. ها انتما شفتوا شيشه ها انتما كيفاش كتجي مجعبه وشاربه العسل حتى العسل حتى هو معلك حيت العسل فاش كيكون معلك حتى هو كيصايبين الشباكيه زوينه. لا زوينه زوينه الله يبارك فيك كنتمنى يعجبكم زوينه عي جربوها ونفس الطريقه اللي قالت لكم الاخت سعاد جربوها ديروها جات زوينه. انا بعدا عجبتني حتى عجبتني ورطبه كاع الناس اللي ما عندهمش الفم ياكلوها وما كتفتتش حتى في القلي احتراماتي الناس اللي ما عندهمش الفم برا ما عندوش الناس كتجي
يعني الناس الكبار هذه مساكن ياكلوها ان شاء الله. الدراري الصغار تما ما عندهمش لا سنان ماشي فرحين ماشي لا سنان هي وطيلة شيشة عند بلادنا زوينة تيقول لك ما ناكلهاش زوينة انتوما فيهاش الخل لا عطيتهم مقادير زوينة لا جبات ما تعجبت الصغار قالت لكم زوينة اقسم بالله الا زوينة ان شاء الله الله يحفظها انتوما جات زوينة تبارك الله انتوما يلا السلام عليكم. حنا دابا غنعيو كاسكروت ديالنا هاكا سكروت ديالنا واخا ما وجدناش حيت وجدنا الشباكيه ما عندناش الوقت اللي نرفقو خرجنا شرينا من عند واحد السيد حدا كاين تاات ديتو من عند واحد السيد مسكين حدا جامع الجامع الفضيله حدا مسجد الفضيله تيبيع هاد المخيمرات والله الا زوينين خامرين وهادو ديال القمح سيروا عنده وإذا مشيتوا عنده قولي لي رجيت من طرف رشيدة غنفصلكم لا لا والله تزوينين عرفتي عندو هادو زوينين قالت لهم غير الخميرة زوينين عجبوني والله يسهل عليكم المهم هنا غنسدو فيديونا وغنشكر الأخت سعاد غزالة قلبا وقالبا الله يحفظها ما تنسوش لايك 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 وشاركوا في القناة سبسكرايب الله يحفظك الله يحفظك يا رشيدة يلا سلام عليكم.